سلام في واحد العدد جديد، يعني في اخبار يعني ترونسفير تاع الجواره وشنو غادي يجي شنو ما غاديش يجي شنو كاين شنو ما كانش، يعني اخر الاخبار في الصحف الاسبانيه والعالميه بكل ما يتعلق ببرشلونه من بيع وشراء. نوصل لواحد يعني نبداو بواحد الخبر الا وهو الخبر نتاع كانسيو. كانسيو يعني قيل بان هناك واحد الرغبه بين البارسا والسيتي لانهاء العمليه كما كنقولوا بواحد الطريقه ترضي جميع الاطراف، لانه البارسا كتحاول تقلل المبلغ نتاع كانسيو. السيتي ما يعني صراحه غوارديولا ليس مقتنع بكانسيو لانه يقول بانه كانسيو كيتسبب في مشاكل، ماشي كيستيون ديال يعني مسائل تقنيه او مسائل تكتيكيه او يعني الشخصيه نتاع كانسيو. قيل بانه يرفض الجلوس في دكه البدلاء، وهذا يعني خلق له واحد المشكل مع غوارديولا. فما يهمناش داكشي اللي صرا له في السيتي، نحن ما يهمنا هو ما سيقع في برشلونه. فيعني جميع الاخبار تشير بان هناك يعني كانت واحد الاخبار قيلت بانه السيتي طلب 40 مليون، فلا اظن، لانه السيتي قديما كان طلب غير 30. الاخبار يعني شوف بعض المرات كتكون هناك اخبار متضاربه، راه كل صحيفه كدير الثمن اللي بغات، بعض المرات كيكون غير كما كنقولوا حنا غير استنتاجات غير اراء يعني كيطرحوها بعض الصحفيين. ولكن يعني اخر ما قيل ما قالوش الصفقه، ما قالوش الثمن ديالها، ما قالوش يعني كان مفترضا بانه البارسا ما غاديش تفوت 15 واحد الوقيته. ثاني ولات البارسا تقدر توصل ل 20، سمعنا هضره انها توصل ل 25، ولكن لا اظن، يعني انا كنقول بانه الصفقه ما غاديش تعدى العشرينات. ربما تكون هناك حوافز، ربما تكون هناك متغيرات هي اللي غادي تطلع ثمن تاع الصفقه او تنقص من ثمن الصفقه. هذا بما يخص يعني كانسيو. اتلتيكو دو مدريد حتى هي يعني طالبه 60 مليون اورو. ما تنساوش باللي فيليكس راه تشرب 120 مليون اورو، يعني اتلتيكو خسرت فيه 100%. ولكن اتلتيكو كتقول لك يعني انا 60 عارفه باللي برشلونه ما تشريش. حتى شي فريق يعني اوروبي ما غادي يزعم يشري كانسيو، لانه الفتره ديال الاعاره ديالو في تشيلسي كانت فتره فاشله، حتى الفتره ديال الاعاره ديالو في برشلونه ليست بالفتره الجيده. الكل كان يعلم بانه كسافي كان يخليه في البنك بزاف، يعني حتى اتلتيكو كتشوف بانه السيد ما غادي تقدر تشري حتى شي فرقه بداك الثمن تاع 60. فلهذا يعني اتلتيكو دارت واحد العمليه، طلبت من البارسا يعني دير تاخذ حتى هي اعاره واحد اللاعب من برشلونه الا وهو فيتور روكي. يعني سيموني قال لهم جيبوا لي فيتور روكي كاعاره ونعطيكم كانسيو كاعاره، يعني غادي توقع واحد الصفقه تبادليه ولكن مجرد اعارات. هاد القضيه هذه يعني مستجد جديد، يعني الاداره تاع برشلونه ما غاديش ترد حاليا، ولكن غادي تشاور مع المدرب، تشاور مع اللاعب، تشاور مع المدير الرياضي ديكو. انا يعني في الاصل انا كنقول ديكو كاع ما تشاورش معاه، خلي ديكو بعيد، ما يصلح حتى لشي حاجه. فلهذا غادي تكون هناك تشاورات بين الاداره. الاداره دابا غتبغي تقنع فليك، لانه راه جاي واحد الصفقه اخرى ربما ان تمت ستتم اعاره فيتور روكي، ولكن هذا الشيء مرتبط بصفقه اخرى غادي نذكرها من بعد. فهذا يعني اخر مستجدات ما يقع بالنسبه للبارسا وفيليكس، لانه فليك طالب ببقائه، قال لهم ما تقدوش تجيبوا لي شي واحد اخر، فمرجح يبقى. وحتى الا جبتوا شي واحد اخر يعني خصني جوج ديال الاجنحه، ما غاديش نلعب بجناح واحد. يعني فليك كيطالب في كل مركز يكونوا فيه جوج. قديتو مرحبا، تخليوا لي هذا فيليكس كنظام اعاره وتجيبوا واحد اخر، داكشي اللي بغينا. ما قديتوش غادي نشوفوا كي نديروا. يعني حتى فليك يعني دار واحد الليونه مع البارسا مؤخرا، لانه شاف التقارير الماليه نتاع البارسا وتفاجأ يعني بحجم المشاكل. لانه ملي كتسمع من برا مشاكل اقتصاديه ما كاينش، كتجيك الامر ساهل، كتقولي ولا هذه. بحال مثلا نعطيك انا غير واحد المثال، لابورتا في هذه الجمعيه العامه نتاع مجلس الشيوخ نتاع برشلونة قال باننا انهينا يعني الميزانيه السنويه نتاع البارسا بواحد الفائض في الاموال. سي لابورتا الله يعين الشيطان، فائض في الاموال وانت لي بيرو مازال ما مخلصلهاش 100 مليون اورو. خلص بعدا غير ديك 100 مليون اورو اللي راه يطالبك بها الاتحاد الاسباني وقول باللي عندنا فائض. بيان سور الميزانيه نتاع السنه خرجت بفائض، واحد الفائض مازال ما اعلنوش عليه، ما غاديش يكون شي فائض كبير، غادي يكون واحد الفائض نتاع 15 ولا 7 ولا 8، المهم مساله غير وصل 15 شكون بحاله. غادي يكون واحد الفائض، ولكن الفائض راه فيه ديك ال 100 مليون نتاع لي بيرو محطوطه في الميزانيه، راه مصادق عليها في الميزانيه، يعني كاينه في الميزانيه نتاع السنه الفارطه، وهي ما كايناش في الاصل، كاينه غير مجرد ارقام. فينا هي في الواقع؟ الواقع هو الاتحاد الاسباني كيزير قال لك جبدها لي. هذا موضوع اخر. يعني قيل بانه كاين واحد الرجل اوروبي، يعني واحد مستثمر اوروبي قالوا بلي غادي يدخل في هذه الايام
ويمكن من لافان ديال هاد لو موا هذا غادي يسلك هاد لافير تاع ليبيا. يعني هذه كانت اخر الاخبار ما بغيتش نقولها، ولكن الظروف تضطرنا الى بعض المرات اننا نسبقوا الاحداث، ولكن من بعد غادي ندير عليها واحد الفيديو خاص. ما يقع حاليا كاين مفاوضات نتاع لابورتا مع واحد السيد مستثمر اوروبي مازال اكس، مازال ما ذكروش الاسم ديالو، شكون هو، اش من هو، واش شركه، واش هما قالوا شخص. بيان سور شخص غتكون عنده شركه، تكون عنده شي حاجه، ولكن ما قالوا لا نوع الشركه، لان المفاوضات باقيه سريه. غير واش هو لابورتا باش يطمئن، يعني الاتحاد الاسباني ويطمئن، يعني الجماهير ويطمئن، يعني الاعضاء. راكو عارفين لابورتا، لابورتا يضربوا يخطا، ربما انا دايرها غير خطه باش يسكت لافير. ولكن يعني حتى الصحافه الاسبانيه هضرت على هاد لافير هادي، باللي كاين واحد المستثمر ربما قالوا بانه هاد السيمانه مع البدايه نتاع لورو ما يمكنش تكون شي حاجه، ولكن قالوا من لافان دو موا غادي تسلك لافير، لانه حتى لابورتا رسل واحد الرساله للاتحاد الاسباني يطمئنهم بانه الاموال نتاع الصفقه نتاع ليبيرو اللي ما تمتش راه جايه في الطريق. وما تنساوش بانه راه حتى المفاوضات مع نايك راه لابورتا كيضرب هاك وهاك، كيضرب على نايك ربما تدي هي لاستوديوهات ليبيرو، استوديوهات برشلونة عفوا اللي كانت عند ليبيرو اللي شريتها ليبيرو ما خلصتهاش، ربما هذا المستثمر يدخل. كي دار هذا المستثمر هذه كتبقى علامه اكس. المهم هذا موضوع خلينا حتى من بعد نهضروا فيه ان شاء الله، انا غير سبقت الاحداث لانه البعض كيقول تجيب لنا غير المشاكل. ها هي سيدي واحد شويه ديال الضو في وسط الظلام كما كنقولوا. وهذه هي لافير تاع فيليكس ربما توقع واحد العمليه يعني تبادليه ما بين البارسا وما بين اتلتيكو مدريد. البارسا بروبوزات لاعبين اخرين، مازال قالوا شكون هما، مازال ما قالوش، لانه حتى اتلتيكو باغي واحد مجموعه من اللاعبين من برشلونه، غير مستوى برشلونه رافضه شي شي شي, شي لاعبين. نمشيو لواحد لافير اخرى الا وهي نيو ديمبيلي، ولا غادي يحاسبوني الناس يقول لك ما سميتوش نيو ديمبيلي، سميتو ندومبيلي. بون نيو ديمبيلي، ندومبيلي، نديمبيلي، شغلو هذا لاعب فرنسي كيلعب في توتنهام، واحد الوقيته راه كانت باغيته البارسا، ايامات فاش كان ميسي وكان حتى هو لاعب بدني ويلعب كاسور ويلعب حتى واحد الوقيته كان في الطوب ديالو، جو كروا شراوه من ليل، توتنهام على ما اظن توتنهام شراته من ليل، على ما اظن، لا عفوا مليون، عفوا مليون، كانوا شراوه مليون واحد الوقيته، لانه البارسا كانت غادي تشريه مليون، توتنهام عطات اكثر داتو، واحد ديك الوقيته حنا كان عندنا بوسكيتش، كان عندنا ديون، كنا جبناه يعني خلف بوسكيتش، يعني كانت عندنا الامور يعني مزيانه. ها هو ولا اليوم وراه تعرض على برشلونه لانه بدون فريق، الكونترا ديالو مع توتنهام كملت وما عطاش شي حاجه كبيره في توتنهام، يعني بكل صراحه لو كان توتنهام عطى فيها كون خلاته، مشى اعاره مع حتى اش من فريق ولا توتنهام، دابا راه بدون فريق والبرسا كتقلب على هذه النوعيه نتاع اللاعبين، يعني لاعب بدني يصلاح الفليك اون بليس دو سا باطل، ما عندوش فريق، ما عندي اتفاوض معاه في الثمن ديالو، يعني هذه ربما تكون واحد الصفقه يعني تقدر تكون ممتازه للبرسا من الناحيه الماليه، ولكن القرار الاخير غادي يبقى الفليك، واش فنيا غادي يشوفو مزيان بدنيا، نعطيك 100% بلي مليح لانه لاعب بدني مليح، راه معروض على برشلونه. ما تنساوش بانه حتى فيراتي عرض نفسه على برشلونه واحد الوقيته ومازال الامر في اكس، فيراتي بغى يولي البوابه الاوروبيه عن طريق بارسا، لانه بارسا بكري كانت طلباتو بزاف، وفيراتي هو سبب المشاكل كاع مع باري، كاع هاد سبب المشاكل والعداء يعني الكبير ما بين باري وبرشلونه سببه فيراتي، فربما يولي المفكره نتاع برشلونه، خصوصا المفكره نتاع لابورتا، يعني لاعب فيراتي يعني لاعب خبره ولاعب يعني ممتاز، انا يعجبني فيراتي بصراحه تنقولها، واخا اللاج ديالو كبير يعني تحتاجه في بعض الاشياء، ما غاديش يلعب تيتولير، ما غاديش يلعب، ولكن تقدر تدخلو يلعب حتى هو لاعب وسط ممتاز، يلعب لاعب وسط يعني ارتكاز ويلعب لاعب وسط هجومي، يعني هذه كتبقى فكره فقط، يعني فيراتي راه هو اللي عرض راسو على على على, على برشلونه، ولا ما مشاش برشلونه غادي يمشي 100% للطاليان. وما تنساوش بانه هذه النوعيه نتاع اللاعبين بحال فيراتي لاعب بدني، غير واش هو كثرت الاصابات، ولكن من غادي يجيك باطل يعني هذا كلام اخر. نمشيو لبيلباو، بيلباو وافقت على بيع ويليامز لانه الرغبه نتاع اللاعب سوف تحسم كل شيء، اللاعب برزت بيلباو قال لهم نمشي لبرشلونه، يعني استسلمت بيلباو، وبيلباو نعرفوا بانه المواقف ديالها مع برشلونه مواقف جيده، فلهذا يعني بيلباو قالت لك واخا نبيعو، ما تنساوش بانه فالفريدي راه تما كمدرب بيلباو يعني يسهل خروج ويليامز، وفالفريدي راه ما غادي يخرج ويليامز ترى شايف شي حاجه اخرى، فلهذا يعني بيلباو وافقت، والرغبه نتاع اللاعب كاينه، دابا المشكل غير المال، الماديات فقط، يعني الفلوس واش كاين ولا ما كاينش، لانه بيلباو قالت لك تعطيني 60 بالضبط 58 مليون اورو ماشي 60 نيشان، 58 مليون اورو، فكتبقى هنا عمليه يعني عمليه ماليه فقط. بارسا قدت تجيبو غادي تجيبو ما قدتش، هو ويليامز يعني راه باغي يجي لبارسا قبل لورو، قبل هاد البدايه، لا يمكن يجي، هو زعما بغى يمشي لبارسا باش يتهنى باش يلعب لورو مزيان،
باش ما يبقاش مبرز باب اللي راه باغي يعني برشلونه ولا لا. نمشيو تاني لنيوكاسل، نيوكاسل طلبت توريس، يا واو اخيرا توريس طلباتو شي فرقه، ولكن لوفر اللي تعطى لبرشلونه يعني واحد العرض مضحك، ولكن بالنسبه لي انا والله ما مضحك. نيوكاسل عطات للبارسا 15 مليون اورو بلس 5 مليون اورو متغيرات، هذوك المتغيرات غير نساوهم لانه راه ما غادي تفرو ما غاديش تفرو تما، يعني المتغيرات مشات غادي تبقى المبلغ الثابت هو 15 مليون اورو. انا بالنسبه لي غيعطيوه، لانه انا توريس كون كنت زعما انا مسؤول تما في البارسا نعطيه الصاك ديالو ونصيفطو للباب ونقول له يلاه سير فحالك الله يعاون، ما خصناش باطل غير سير الله يعاون. عطاكم 15 شدو 15، هذا افير خاسره من ديبار، من اللي جا افير خاسره، وما حدو باقي تما في برشلونه افير خاسره، حتى رون بلاصو مين كيدخل ما كاين والو. فلهذا يعني لوفر نتاع 15 بليزومو ايوا، هادشي اللي كان باش تعرف باللي الفرقه ولا كيضحكوا علينا حنا كنشريو اللعابه ب 60 وكيطلبوهم هما ب 15. حلل وناقش انت يا كاتالوني. كريستنسن طلبته نيوكاسل، حنا طالبين واحد اللاعبين من نيوكاسل ثاني، طالبين غيماريش ربما، وطالبين واحد اللاعب اخر الا هو ايزاك. البارسا باغي دير واحد العمليه تبادليه ما بين كريستنسن ايزاك. بون القيمه السوقيه تاع كريستين في السوق ماشي هي القيمه السوقيه تاع ايزاك في السوق بيان سور، ولكن ربما تكون هناك واحد توافق. نعطوكم كريستنسن لانه شوف علاش كريستنسن غادي البارسا تقدر تغامر به، لانه فليك راه يطالب لاعب ارتكاز باش ما كان كريستنسن، قلنا بانه ليس بلاعب ارتكاز غير جربناه في المدافعين، راه عندنا واحد الفائض نتاع المدافعين. الا باغي تخلي اراوخو وتخلي كوبارسي وتخلي كوندي وتخلي فاي وتخلي، يعني خصك تخرج واحد المجموعه كبيره من المدافعين الاقرب للخروج كمدافعين، كريستنسن مارتينيز هادو من اقرب للخروج. اللهم الا تبع اراوخو بثمن كبير او كوندي بثمن كبير، يعني حتى العمليه نتاع خروج كريستنسن لوجيك. الا كان كمدافع خصو يخرج، الا كان كلاعب ارتكاز خصو يخرج، لانه البارسا غادي تشري لاعب ارتكاز حقيقي. بالنسبه واخا يعني العمليه شويه صعيبه ولكن فوزابل كما كنقولوا، يمكن تكون. فاي الصفقه نتاع فاي، ميلون تقريبا هو هو الكلوب الوحيد اللي قال باغي نشري فاي وعطى الثمن، لانه كاين فرق اخرى بحال الارسنال بحال، يعني كاين فرق باغيه فاي ولكن مازال ما عطاتش لوفر. الميلون عطاتك 40 مليون بلس 5 ديال المليون متغيرات، وقيل بانه المتغيرات وصلت ل 10 في لاعب شاب مازال ما لعبش حتى في ليكيب بريمير، راه يعني صفقه كبيره بزاف. غير واش هو فاي بدنيا ممتاز وفنيا ممتاز، يعني مستقبل تاع برشلونه، ولكن انا كنقول لك الادارات المتعاقبه تاع برشلونه انا كنقول كتضحي بهذا الشباب هذا، راه الا قبضت 40 عطاتها ميلون يعني نيشان والله حتى يبيعوا لابورتا. انا نقول لك لابورتا يقول لك انا نخلي اروخ ونخلي كوندي ونبيع هذا فاي مازال ما لعبش بريمير كي. العقليه والمونتاليتي تاع لي كاتالون هي هاد من بكري في البيع والشراء تاع اللاعبين، هي هاد يضحون بالشباب ما يغامرش بهم. صوفي الا غامر به في وسط الموسم بحال كوبارسي غامروا بها، لو كان كوبارسي بقى طال الصف كون باعوه كون ما طلعش البريمير كيب بيان سور. فا يعني فاي كاينه واحد المساله اخرى الا وهي اللاعب نتاع فريمبورغ. المره اللي فاتت قلت انا فريبورغ مع السميه ديالو كتلف لي، ما حفظتش سميتو. هاد اللاعب هذا ربما يدخل فيه ثاني البارسا في صفقه تبادليه مع ليفركوزن، لانه ليفركوزن الونسو ربما يفكر في فاتي، قال لهم انا باغي فاتي ربما يفكر فيه. هذه اخبار الصحف، انا ما عنديش شي معلومات حقيقيه، لانه فريندز من غادي يخرج له غادي راه واحد المجموعه كبيره نتاع اللاعبين نتاع ليفركوزن من داروا الطوب مع ليفركوزن هذا العام ودوا البطوله ولعبوا لا فينال نتاع الاتحاد نتاع داك الاتحاد الاوروبي ولعبوا كل شيء، يعني كل شيء غادي يخرج. دابا الونسو كيخمم في اللاعبين اللي يجيهم، شاف بانه بارسا باغي ربما راه باغي هو فاتي، قيل يعني هذه كلام الصحف واحد الصفقه تبادليه بين فاتي وهذاك اللاعب الدو ديال ليفركوزن او شريو. الشراء نتاعو راه الصحف كلها واش كيقول، كاين اللي كيقول لك سوا 25، كاين اللي كيقول لك سوا 50، كاين اللي كيقول لك سوا 35، ولكن اخر الاخبار تقول بانه ليفركوزن بغات تبيع لك ولكن تبيع لك ب 50. غير واش توا البارسا قالت لهم نشري ولكن نشريه على اقساط، نعطيكم 25 في الاول والشيء الاخر ديروه لي على اقساط على مده 4 سنوات. هذه هي لافير يعني اخر ما كاين في السوق. العمليه نتاع كيميش تدخل في واحد المنعطف خطير، كيميش بدا كيتماطل الباير بدات كتماطل ربما تنسحب البارسا من هذه الصفقه، اقول ربما غادي يدير فليك اخر محاوله وسوف نرى. يعني اش غادي نقول لك، تقريبا هذه هي تقريبا كاع المسائل اللي كانت لحد الان لحد اليوم، هذه هي الاخبار المتداوله داخل اسوار النادي الكاتالاني، وشكرا.